خلال الحجر الصحي الوقع كان كتير قوي تبع الكورونا، لأنه كنا قاعدين كلنا بالبيت بشكل متواصل، ما كان في حدا عم يقدر يظهر مع الولاد أكيد، ونحن عنا كتير ولاد بالبيت، سو كنا كلنا قاعدين بالبيت مع بعضنا، وكل العالم كانوا مضطربين مع بعضنا لأنه شيء جديد أكيد، والمشاكل اللي كانت موجودة قبل أكيد زادت لأنه ما كان حدا عم يقدر يظهر وينفس عن غضبه بما معناه. أكيد الصحة العقلية تبعي كانت كتير تعيسة، خاصة إنه ما كنت عم نام أبدا، كان الصريخ بشكل متواصل علي لأنه برأيه إنه أنا كنت مقصرة بالبيت، الأولاد كانوا فرستريتد لأنه ما عم يقدروا يعملوا الأكتيفيتيز تبعولن، سو أكيد كان دائما اللوم على الماما لأنه هي اللي لازم كانت تتنفس هالجو، وهذا الشيء كله أكيد كمان بوجود بيبي، هذا الشيء كله أثر على صحتي العقلية لأنه كنت خلص ما بقدر أتحمل بقى الضغط اللي عم عيشه. في فترة الحجر المعاملة تعود بدلت، ولو مشاكل ولا العياط، دايما دايما مشاكل دايما، وصلت حتى للطلاق. هربت وديت رحت البيت تاع أهل تاعي وخليتهم، باك على جال دراري رجعت، سمعت فيه حقي، سمعت فيه في كلش ورجعت. كامل عاملني بالتعنيف، بالسب، بالشتم، عنف لا فاضي، عنف جسدي، وستانك دراري عنفهم، مام هما ولاو شغل عصبيين، ولاو بزاف عصبيين. يقول لي باش يمر بيا، لو كان زعما شغل كراني قاعدة معاه صابرة، زعما شغل أنايا ما عنديش مالية، لو كان عندي مالية يدوني. كيش عزيزة عند مالك، كي ما يقدرش يضرب ولا يهدر الفاضي، واللي حاشك يبزق، واللي يبزق لي وجهي، مام لولادو كيما لاخو يبزقهم، يضربهم، يشتمهم، ما شو ما يجيبش خبر كي يكون يدير في هذوك الامور. ديك الوقيته ديال 3 شهور كامله ديال الحجر الصحي ما كذبش عليك، دازت عليا عذاب. مين ولا السيد كيبان لي صافي طامع في ولده اللي باقي عنده عام، فهمت انه هذا هو الغرض ديالو، لما لبيتش لي انا داك الشيء اللي باغي هو راه صافي، راه يقدر يمشي يتعدى على الدرب صافي. انا في هذه الوقيته اللي تخلعت ديال بصح. ما تقبلش داك الشيء ولا ما عرفش شنو وقع ليه، ولا غنعصب فيما كنهضر معاه كيبدا يغوت، ما بقاش عنده الخاطر صافي. انا وليت كنتخلع منه، ما بقيتش كنقدر حتى الهضره، ما بقيتش كنقدر نهضر معاه، وليت غير ساكت. يعني خلال الحجر كان العنف اللفظي ما له حدود، يعني اي كلمات كانت تخطر على باله كان عم يستعملها، حتى عم يستعملها قدام الاولاد، فبطل كان في روادع فيك تقول. هذا هو الفرق، مثل المسبات، الإهانات، تحريض المتواصل على أنه أنا شخص ما منيح، شخص مني ما إلي قيمة بالحياة، إما منيحة، مرة ما منيحة، مرة ما بعرف ربي، ما بعرف أطبخ، ما بعرف دير بيت، كل هول الأشياء. أكتر لفظ أثر فيي نفسياً معنوياً أنه أنا إما منيحة، لأن أنا بعرف حالي أنا إما كتير منيحة. الولاد كتير صدقوا هالحكي لأنه هو كمان كان عم بيضغطهم، يعني تأثرت علاقتي كمان فيهم لأنه هني كانوا خايفين منه، لأنه هو كان بشكل متواصل يفسر لهم أنه هن إذا ما صدقوا أو إذا ما عملوا اللي ما عم يعملون هو رح يتركهم، وإذا تركهم هن حيعيشوا بطريقة كتير ممنيحة لأنه رح يبقوا معي وأنا ما بعرف ربي. مام دراري شغل اثرت فيهم بزاف النفسيه تاعهم، ولات شغل منهاره، هذا ما يتلاقى مع هذا ما يهضر مع هذاك، واحد غلق على روحه، لازم وقت كبير باش نولو كيما كنا. بعد ما خلاص نحاول الحجر ما زلنا كل واحد في جهه، هذا ما يهضر مع هذا، ما كاش حوار، ما كاش نقاش بيناتنا بين دراري، هذا ولا ما يحترم هذا، هذا ما العنف بزاف،
خايفة من الأولاد يدوا طبيعة باباهم تاع هذو المشاكل هذو حياتي قاونا نحوس نغير نقص سمحت من حقي سمحت من كلش بصحة هو كشغل زعما هو الراجل هو كلش حاجة هو الأقوى هو الحق ليه كامل صافي أنا ما كان بغيش نمشي معه ذلك الشي اللي تيقول لي وصافي كيعود يرجع يضربني كيضرب دابا المشكلة كيضرب وكيبقى يقول شي هضرة قاصحة كيبقى يعاير ويسب والدري الصغير كيبكي وزعما وما شين ما اش غنقول لك لا اله الا الله وصافي هو صافي حني ولا كيتعامل تعامل اخر تمع الدري وليت كنشوفو كيتقرب منه بزاف ماشي التعامل ما كيبانش ليا عادي شكل ما عرفتش انا حسيت انه هو حاني كيحطو في عرفتش كيفاش غنقول لك المهم كيبان لك هذاك التعامل ماشي 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 طبيعي هو براسو ما بقاش طبيعي ما بقيتش كنقدر نعس صافي من تطورات الامور وصلت لانه صافي ولا كيهددني بالدري وديك العصا اللي كنت كناخذ من عنده صافي ما كذبش عليك وليت كنقول يا ربي غير انسان يتحل هذا الشيء غنخرج فين ما كان نخرج المهم ما بقاش معاه حيت ما نكذبش عليك ما بقيتش كنعس وليت خايفه على راسي خايفه على ولدي خايفه على حياتي بالصدفة حكيت مع زميلة لإلي وقالت لي في جمعيات بتعنى بهالموضوع وانت لازم بس تحكي معهم وهن سريين وبيقدروا يحافظوا على السرية وأكيد بيساعدوك بشكل معنوي بيدعموك وبيقولوا لك شو لازم تعملي كمان قانونا حتى تقدري تتخلصي من مشكلتك وهذا اللي صار حاسة انه انا هلأ مدعومة يعني في ناس واقفين حدي وبيسمعوني وبيعرفوا انه انا اللي مرقت فيه شيء غلط وما لازم يصير لأنه هذا الشيء ما لازم يصير لأي حدا أكيد عندي قلق أنه ما أقدر أتخلص من المشكلة أنه ضلني عايشة فيها أنه يصير شيء ما أقدر أخلص منه وبنفس الوقت عندي أمل أنه أقدر أوصل للمرحلة اللي أنا بحب أوصل لها أنه أكون مرة مقدرة من المجتمع مثل ما لازم كل النسوان يكونوا مقدرين من المجتمع